بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة ويجعل نظره إلى موضع سجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما فرغ رحمه الله من بيان تكبيرة الإحرام وقبض اليدين بعدها، انتقل إلى المسألة الأخرى، وهي أين ينظر في الصلاة، أين يكون موضع نظره في الصلاة. هذا فيه تفصيل، نظره في حال القيام ونظره في حال السجود ونظره في حال الجلوس. كل هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. مسألة ويجعل نظره إلى موضع سجوده، وجملة ذلك أنه يكره للمصلي رفع البصر إلى السماء أو الالتفات يمنة ويسرة لغير حاجة كراهة شديدة. نعم. لما رواه الأولى أنه لا يرفع بصره إلى السماء، لا يرفع بصره إلى السماء، بما في ذلك من النهي والوعيد. المسألة الثانية أنه لا يلتفت برأسه يمنة ولا يسرة. المسألة الثالثة التي هي تصويب النظر. نعم. وجملة ذلك أنه يكره للمصلي رفع البصر إلى السماء أو الالتفات يمنة ويسرة لغير حاجة كراهة شديدة. لغير حاجة، أما إذا احتاج إلى الالتفات برأسه في الصلاة فلا بأس قدر الحاجة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة يصلي بأصحابه وينظر إلى الشعب، يلتفت ينظر إلى الشعب خشية أن يهجم عليهم العدو منه. نعم. لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة ألا يرجع إليه بصره؟ رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. نعم. هذا وعيد شديد على من يرفع بصره إلى السماء، أنه يخشى أن يخطف الله بصره فلا يرجع إليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. ما بال أقوام، هذا استنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم، يرفعون أبصارهم إلى السماء يعني في الصلاة، لينتهن من ذلك أو لتخطفن أبصارهم، لأن الله قادر على كل شيء يعاقبهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم. وهذا مثله أيضا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه أحمد والبخاري. نعم، عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهذا فيه النهي عن الالتفات في الصلاة لغير حاجة، وأنه من الشيطان. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، إذا قام العبد في الصلاة الله جل وعلا ينصب وجهه الكريم إلى وجه عبده ما دام مقبلا عليه، ما دام العبد مقبلا على الله بوجهه فإن الله ينصب وجهه إليه ويسمع ما يقول ويجيب دعاءه. فإذا التفت فإن الله جل وعلا ينصرف عنه جزاء له، لأن الجزاء من جنس العمل. وإذا انصرف عن الله بالتفاته صرف الله عنه بإقباله إليه سبحانه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، إياك، كلمة تحذير، لأن الالتفات في الصلاة هلكة، هلكة بمعنى أنه نقص في الصلاة وضياع في الصلاة، فيهلك العبد بسبب ذلك، لأن الله ينصرف عنه بوجهه الكريم كما سبق. إن كان لابد، يعني إن احتجت إلى الالتفات، يكون هذا في النافلة لأن النافلة أوسع من الفريضة، ويباح فيها ويتساهل فيها أكثر مما يحصل في الفريضة. نعم. وعن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام إلى الصلاة إنه بين عيني الرحمن عز وجل، فإذا التفت قال له الرب: إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ ابن آدم أقبل علي، فأنا خير لك ممن تلتفت إلي. وهذا مثل الحديث السابق أن الله جل وعلا إذا قام عبده في الصلاة فإن الله يقبل عليه بوجهه الكريم ويكون بين عيني الله سبحانه وتعالى، فإذا التفت فإن الله سبحانه يقول له: إلى من تلتفت؟ إلى خير مني؟ من باب الاستنكار عليه. نعم. ويكره أن ينظر إلى شيء يلهيه كائناً من كان. يكره في الصلاة أن المصلي ينظر إلى شيء يلهيه مما أمامه من الأشخاص أو الكتابات أو النقوش التي على الجدران أو غير ذلك، أو ينظر في نقوش السجادة والفراش الذي يصلي عليه كما يأتي،
فلا ينظر إلى شيء ما دام في صلاته، لأن هذا من الخشوع في الصلاة. قال الله جل وعلا: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن الخشوع خشوع البصر، خشوع القلب، خشوع الجسم بين يدي الله عز وجل. نعم. ويكره أن يغمض بصره، لأنه من فعل اليهود. كذلك مما يكره في الصلاة تغميض العينين من غير حاجة، تغميض العينين من غير حاجة، لأنه من فعل اليهود في صلاتهم. نعم. ولا يكره أن ينظر إلى أمامه، لأن الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده. ولا يكره أن ينظر إلى أمامه، لأن الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده. نعم. ولا يكره أن ينظر إلى ما أمامه من غير أن يشغله شيء. إن كان أمامه شيء يشغله فلا ينظر إليه، أما إذا لم يكن أمامه شيء يشغله فلا مانع أن يمد بصره قليلا أمامه، ولكن الأفضل أن يصوب نظره إلى موضع سجوده. نعم. وقال أبو الحسن الآمدي الحنابلة، والحسن الآمدي من الحنابلة غير الآمدي الأصولي. نعم. وقال أبو الحسن الآمدي: يستحب أن ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده. نعم. وفي حال ركوعه إلى قدميه، وفي حال سجوده إلى أنفه، وفي حال جلوسه إلى موضع يديه، لأنه أجمع لهمته وأبعد لفكرته، بقوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا تفصيل في موضع نظره في الصلاة، في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود وفي حال الجلوس، فهذا تفصيل. نعم. بقوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وخشوع البصر ذله واختفاضه كما نعم. قال: ومن الخشوع خشوع البصر وهو ذله بين يدي الله عز وجل، هذا خشوع عبادة، خشوع عبادة، بخلاف الخشوع يوم القيامة، خشوع أبصار الكفار خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، فهذا خشوع تعذيب والعياذ بالله وإهانة. نعم. وخشوع البصر ذله واختفاضه كما قال: أبصارها خاشعة. نعم. وكذلك وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أبصارها خاشعة، هذا في يوم القيامة إذا قامت الساعة بادروا بالأعمال، إذا رأوا الوعيد ورأوا العذاب بادروا بالأعمال، لكن لا ينفعهم شيء في ذاك الوقت ولا يقبل منهم. نعم. وكذلك جاء في صفة يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لا ينفعها العبادة أو لا تنفعها العبادة في ذاك الوقت، إنما هذا في الدنيا تنفعها العبادة في الدنيا في الحياة. نعم. وكذلك جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: كان خافض الطرف ونظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء. نعم. كان صلى الله عليه وسلم خافض الطرف في كل الأحوال، لا سيما الصلاة،
أكثر ما ينظر إلى الأرض ذلا لله، خضوعا بين يدي الله وتواضعا. نعم. قال مجاهد: وغض للبصر أيضا عن ما حرم الله. نعم. قال مجاهد: الخشوع غض البصر وخفض الجناح وخفض الجناح. كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء أو يحدث نفسه بشيء من شأن الدنيا. رواه ابن جرير وغيره. نعم، من هيبة الله في الصلاة أن لا ينظر إلى شيء يشغله عنها. نعم. ورواه الإمام أحمد وسعيد وغيرهما عن محمد بن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. نعم. قال لما نزل عليه قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون طأطأ رأسهم، دل على أن الخشوع يكون بالبصر كما يكون للجسم والقلب والجوارح. نعم. قال ابن سيرين: فكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه. نعم، لا يمد بصره إلى ما أمامه لأنه بذلك ينشغل عن صلاته، فلا يقلب بصره في الجدران وفي ما أمامه، حتى في المسجد الحرام لا ينظر إلى الكعبة وهو يصلي، ينظر إلى ما أمامه موضع سجوده فقط. نعم. النظر حال التشهد، ويستحب في التشهد أن ينظر إلى إشارته. التشهد يستحب أن ينظر إلى إشارته، يعني إلى أصبعه السبابة التي يشير بها ويرفعها إشارة إلى التوحيد. نعم. ويستحب في التشهد أن ينظر إلى إشارته، لما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد أشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. وإذا أحس بشيء، فقال أحمد: ما يعجبني أن يتلفت. قال الآمدي: هذا على طريق الورع. نعم، إذا أحس بشيء حوله وخاف من شيء فلا ينبغي له أن يلتفت، بل يعتمد الخشوع في صلاته. نعم. وإذا أحس بشيء، فقال أحمد: ما يعجبني أن يتلفت. قال الآمدي: هذا على طريق الورع. مسألة على طريق الورع، يعني من الإمام أحمد رحمه الله، وإلا إذا احتاج إلى النظر إلى شيء حوله يخاف منه فلا بأس. نعم. مسألة ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. ثم بعد ذلك يأتي بدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، وهذا سنة، دعاء الاستفتاح سنة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة الاستفتاح روايات صحيحة وكثيرة، فبأيها استفتح أجزأه ذلك، إلا أن الأفضل أن يقول في الفريضة: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وأما في صلاة الليل فيأتي بأنواع الاستفتاح، تارة هذا وتارة هذا. نعم. مسألة ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، سبحانك اللهم
هذا تنزيه لله عز وجل. تسبيح معناه التنزيه، أي ينزهك عما لا يليق بك، وبحمدك أي أسبحك بحمدك مستعينا بحمدك. وتعالى وتبارك اسمك، البركة تنال بسم الله، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فأسماء الله مباركة، اسمك عام لجميع أسماء الله. وتعالى جدك أي جلت عظمتك. الجد هنا مراد به العظمة. نعم. لا يختلف المذهب أن استحباب الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة بعد التكبير. نعم، موضع الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، لا يكون قبلها. نعم. فبأيها استفتح فحسن؟ بأيها أي بأي أنواع الاستفتاح الواردة استفتح فحسن، لأنه عمل بالسنة. ولكن يأتي بيان ما يكون في الفريضة. نعم. فبأيها استفتح فحسن، وقد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنواع عديدة، لكن عامتها إنما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في النوافل. نعم، الاستفتاحات أكثر ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعملها في صلاة الليل، لأن صلاة الليل طويلة، طول فيها. وأما الفريضة فيختصر، يأتي بالاستفتاح المختصر الذي يأتي ذكره. نعم. لكن عامتها إنما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في النوافل، فبأيها استفتح فحسن، وإنما استحببنا هذا الاستفتاح على غيره لوجوه. نعم، اختار سبحانك اللهم وبحمدك على غيره من أنواع الاستفتاح الواردة لوجوه تنبهوا لها. نعم. أحدها أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه. نعم، فيكون آكد. نعم، لكثرة روايته. نعم. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه خمسة. وعن عائشة: ولا إله غيرك أي لا معبود بحق، لا معبود بحق سواك. نعم، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني. هذه رواية ثانية. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه الدارقطني بإسناد جيد. وهذه رواية ثالثة. نعم. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور أنه عن عمر. ورواه الطبراني في الدعاء من حديث ابن مسعود وعبد الله بن عمر والحكم ابن عمير اليماني. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فقولوا: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم. نعم، وهذه رواية رابعة. ثم بيّن في آخرها أن هذا الاستفتاح ليس بواجب، فلو تركته وبدأت بالفاتحة بعد تكبيرة الإحرام جاز هذا، لأنك إنما تركت سنة فقط. نعم.
وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فقولوا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن لم تزيدوا على التكبير أجزاءكم، وهذا أمر منه، ولم يجئ في الاستفتاح الأمر إلا في هذا. نعم، أمر استحباب، هذا أمر لكنه أمر استحباب. نعم. ورواه النجاد من حديث جابر وابن مسعود. نعم. الثاني أنه يختاره عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول، كثرة الوجه الأول من وجوه ترجيح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، كثرة وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني، نعم، الثاني أنه يختاره عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن هذا هو الاستفتاح الذي اختاره عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الترمذي: عليه العمل عند الصحابة والتابعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: هذا الاستفتاح عليه العمل عند الصحابة والتابعين، فهذا مما يرجحه. نعم. وروى سعيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك، وكان أبو بكر أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك، وهو أشبه الصحابة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو مشهور عن عمر، رواه مسلم في الصحيح. وهذا أيضا مشهور عن عمر الخليفة الثاني. نعم. وهو مشهور عن عمر، رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ليسمعنا ذلك ويعلمنا. الاستفتاح سري، الاستفتاح سري لا يجهر به، وإنما عمر رضي الله عنه جهر به ليعلنه للناس ويعلمهم إياه. نعم. وعلى هذا الوجه اعتمد أحمد لوجوه: أحدها أن عامة الاستفتاحات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في النوافل. نعم، يعني بقية الاستفتاحات مثل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، مثل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، هذه في صلاة الليل. نعم. الثاني أن هذا جهر عمر به في الفريضة ليعلمه. الثاني من وجوه ترجيح سبحانك اللهم وبحمدك في الفريضة أن عمر جهر به ليعلمه الناس، دل على تأكده في الفريضة. نعم. الثاني أن هذا جهر عمر به في الفريضة ليعلمه الناس بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكروه عليه. نعم، لم ينكروه عليه، فدل على ترجيحه على غيره. نعم. وهو إنما يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء يختاره لنفسه، وكذلك أقره الناس على ذلك ولم ينكره عليه أحد. نعم. بل قد روى الدارقطني عن عثمان مثل ذلك. هذا الخليفة الثالث أيضا كان يستفتح بهذا، عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. وروى ابن المنذر عن ابن مسعود مثل ذلك. نعم، ابن مسعود هذا من علماء الصحابة وكبار الصحابة رضي الله عنه، وكان يستفتح بهذا في الفريضة. نعم. وإذا كان الخلفاء الراشدون على ذلك علم أنه المسنون غالبا. أنه المسنون غالبا، أو دائما غالبا، ولو استفتح بغيره جاز. نعم. الثالث ما روى سعيد. الثالث. نعم، الثالث من الوجوه، وجوه ترجيح سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. الثالث ما روى سعيد بن منصور وغيره عن الضحاك في قوله:
وسبح بحمد ربك حين تقوم، قال حين تقوم إلى الصلاة، قال تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الوجه الثالث من وجوه ترجيح سبحانك اللهم وبحمدك أنه فسر به قوله تعالى وسبح بحمدك وسبح بحمد ربك حين تقوم في آخر سورة الطور، فدل على أن هذا هو الراجح في الفريضة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء في صلاته: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه. لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. السادس. الثالث. الثالث. نعم الثالث. نعم. ما روى سعيد بن المنصور وغيره عن الضحاك في قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم، قال حين تقوم إلى الصلاة، قال نعم. تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء في صلاته: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. رواه أبو داود والنسائي. فالافتتاح بهذا أشبه بامتثال الأمر في الكتاب والسنة. نعم. المسيء في صلاته هو الذي صلى وأسرع في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي، علمه كيف يصلي، ومن ذلك أنه علمه أن يسبح الله ويحمده. نعم. الرابع أن أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهي سبحان الله. أن هذا الرابع أن هذا الاستفتاح يوافق حديث أفضل الكلام أو أحب الكلام إلى الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا يوافق هذا الحديث. نعم. الرابع أن أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فاستفتح الصلاة بالتكبير وضم إليها سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك. يعني إذا جمعت بين تكبيرة الإحرام وبين هذا الاستفتاح وجدته يطابق حديث أحب الكلام إلى الله أربع. نعم. فقد وضم إليها سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك، فقد أتى بمعنى هذه الكلمات وضم إليها تبارك اسمك وتعالى جدك، والجد هو العظمة والكبرياء، وهو المثل الجد. الجد بفتح الجيم هو العظمة والكبرياء لله عز وجل، هذا بالنسبة لله. وأما بالنسبة للخلق الجد معروف أنه أب الأب أو أب الأم نسباً، هذا هو الجد. وأما الجد بالكسر فهو المال، المال. نعم. والجد هو العظمة والكبرياء، وهو المثل الأعلى في السماوات والأرض. فإذا تعالى جدك العظمة والكبرياء وهو المثل الأعلى في السماوات والأرض، المذكور في قوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى هو هذا الدعاء. نعم. هو الجد، فالمثل الأعلى هو الجد. تعالى جدك أي مثلك وصفتك. نعم. فإذا انضم إلى الباقيات الصالحات أسماؤه سبحانه وصفاته فقد حصل الثناء في جميع الجهات. نعم. الخامس أن هذه الكلمات كلها في القرآن أمرا وثناء،
والذكر. هذه الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك كلها في القرآن متفرقة في القرآن، فهي ألفاظ قرآنية، والألفاظ القرآنية أفضل من غيرها من أنواع الذكر. نعم. الخامس أن هذه الكلمات كلها في القرآن أمرا وثناء، والذكر الموافق للقرآن أفضل من غيره. نعم. أما التكبير فقال وكبره تكبيرا. نعم. وأما التسبيح على تفصيل. نعم. أما التكبير فقال وكبره تكبيرا. نعم. وأما التسبيح والتحميد فقال فسبح بحمد ربك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول هذه الآية. نعم. فعلم يتأول هذه الآية في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان في آخر حياته بعد ما نزلت عليه هذه السورة يقول ذلك في ركوعه. قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن بذلك. نعم. وأما التسبيح والتحميد فقال فسبح بحمد ربك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول هذه الآية. فعلم أن قول العبد سبحانك اللهم وبحمدك يكون امتثالا لها. وكذلك قوله يسبحون بحمد ربهم، الملائكة يعني الملائكة يسبحون بحمد ربهم. نعم. ونحن نسبح بحمدك. نعم. وأما التبريك فقال قالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، الملائكة يسبحون بحمد الله. نعم. وأما التبريك فقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبريك تبارك اسمك، هذا موافق لقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام في آخر سورة الرحمن. نعم. وأما التعلية فقال أعلى، التعلية يعني الأعلى. نعم. وأما التعلية فقال تعالى وأنه تعالى جد ربنا. نعم. وأما التهليل تعالى، هذه التعلية تعالى جد ربنا أي عظمته. نعم. وأما التهليل فكثير. وأما لا إله غيرك فكثير في القرآن. نعم. السادس الوجه السادس من ترجيح سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. السادس أن هذا ثناء محض على الله وما سواه، إما إخبار عن الحال التي هو فيها أو دعاء مسألة أو دعاء ومسألة، والثناء على الله أفضل منهما. أن هذا الاستفتاح كله ثناء على الله، فهو دعاء عبادة، ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. نعم. أن هذا ثناء محض على الله وما سواه، إما إخبار عن الحال التي هو فيها أو دعاء ومسألة، والثناء على الله أفضل منهما. وكذلك اختير التسبيح في الركوع والسجود على قول العبد لك سجدت وعلى الدعاء. نعم. واجب على المصلي أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، لما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. نعم. السابع أن ما سواه، وهذا التسبيح في الركوع والسجود جاء في سبحانك اللهم وبحمدك، فهذا من المرجحات. نعم. السابع أن ما سواه فيه طول ينافي ما يشرع في المكتوبة من التخفيف. الوجه السابع من مرجحات سبحانك اللهم وبحمدك أنه مختصر،
وما عداه من الاستفتاحات مطول، والفريضة يناسبها التخفيف على المصلي والمأمومين بخلاف صلاة الليل فيناسبها التطويل. نعم. السابع أن ما سواه فيه طول ينافي ما يشرع في المكتوبة من التخفيف، وكذلك من يختاره من العلماء لا يختاره جميعه لا يختار جميعه، فكان الذكر المعمول بجميعه أولى من الذكر المعمول ببعضه. نعم، أن الاستفتاحات ما عدا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، هذا يعمل به كله إلى آخره، كل الوارد. أما بقية الاستفتاحات فلا يمكن أن الإنسان يجمعها في صلاة واحدة، وإنما يأتي ببعضها. ولا شك أن العمل بالجميع أنه أكمل من العمل بالبعض. نعم. ولهذا والله أعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقولها غالباً في قيام الليل لطوله. نعم، إن الاستفتاحات غير سبحانك اللهم وبحمدك غالباً ما يقولها في صلاة الليل لطول صلاة الليل. نعم. الثامن أنه قد ثبت أن هذا مسنون في المكتوبة، وغيره مما يختاره بعض العلماء إنما روي أنه كان في النافلة. نعم، الوجه الثامن أن سبحانك اللهم وبحمدك روي في الصلاة المكتوبة، وأما بقية الاستفتاحات فهي إنما رويت في صلاة النافلة. نعم. والأفضل، ولهذا جهر به عمر في المكتوبة ليعلمه الناس. نعم. والأفضل أن يقول ولا إله بفتح الحاء وإن قالها بالضم والتنوين. ولا إله معلوم لا نافية للجنس، يبنى معها الاسم المفرد على الفتح لا إله، ويجوز ولا إله غيرك بالتنوين، ولكن لا إله هذا أرجح. نعم، لأنه هو المطابق للنحو. نعم، اسم لا النافع للجنس أنه يبنى على الفتح ولا ينون. نعم. والأفضل أن يقول ولا إله بفتح الهاء، يعني على البناء، ولا إله بفتح الهاء على البناء. نعم. وإن قالها بالضم والتنوين جاز. قال ابن عقيل، عقيل الحنبلي، يعني ما هو ابن عقيل النحوي، ابن عقيل الحنبلي. نعم. قال ابن عقيل وهو أفضل، لأن التنوين حرفان. يعني ابن عقيل رجح ولا إله بالتنوين بالضم والتنوين، يقول لأنه عن حرفين، التنوين عن حرفين، ولا شك أن كثرة الحروف أفضل، الله أعلم. نعم. قال ابن عقيل وهو أفضل لأن التنوين حرفان يعيد في الصلاة. نعم. والمذهب لأن التنوين حرفان يعيد في الصلاة هكذا. يعيد؟ نعم. إيش معنى يعيد في الصلاة؟ ها؟ ما عندكم شيء؟ ها؟ ما في بعض عندكم نسخ غير هذه؟ تراجع. نعم. والمذهب أن الفتح أفضل. المذهب أن الفتح هو الوجه الأول، ولا إله أفضل. نعم. والمذهب أن الفتح أفضل لأنه هو اللغة، خلافاً لابن عقيل. نعم. والمذهب أن الفتح أفضل لأنه هو اللغة الغالبة التي يقرأ بها. نعم، لأنه هو اللغة الغالبة، وهو المعروف عند النحويين أن اسم لا إذا كان مفرداً غير مضاف يبنى على الفتح. نعم. والمذهب أن الفتح أفضل لأنه هو اللغة الغالبة التي يقرأ بها،
وإن ضمها ففيه خلاف من النحاة العامة، لأنه هو اللي يقرأ بها. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله لا إله بالفتح إلا أنا أعبده. نعم، ما فيه إلا لا إله. نعم. وكذلك جاءت ألفاظ الأذان وغيره في قولنا، وكذلك جاءت ألفاظ الأذان لا إله إلا الله، لا إله ما جاء فيها لا إله. نعم. والإقامة كذلك. نعم. كذلك جاءت ألفاظ الأذان وغيره في قولنا لا إله إلا الله، ولأن معناها أكمل وأتم. نعم، معنى لا إله أكمل وأتم من لا إله. نعم. ولأن معناها أكمل وأتم، لأنها أبلغ في النفي، لا إله أبلغ في النفي. نعم. لأن معناها أكمل وأتم، لأنها، يقول المحقق هناك سقط، لأنها، ثم قال وأما سائر أنواع الاستفتاح فمنها. يكفي، نقف عند هذا. نعم. شيخ الإسلام بن تيمية كما ذكرت لكم لا يذكر، لا يترك مسألة، هذا مما امتاز به أسلوبه وتأليفاته رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك دليل ورد على استحباب النظر إلى الأنف في السجود؟ إلى النظر إلى الأنف في السجود؟ أخشع، يقول لأنه أخشع، ما هو بحديث، هذا كلام لبعض العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يغمض بصره في الصلاة علما أنه لا يستطيع الخشوع إلا إذا أغمضه؟ إذا كان عنده أمامه ما يشغله، إذا كان أمامه ما يشغله فيغمض عينيه لئلا ينشغل لا بأس، أما إذا كان ما أمامه شيء فإنه يكره، لأن هذا تشبه باليهود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح ما ذكره بعض العلماء أنه عند الصلاة في الحرم المكي فإن المصلي ينظر إلى الكعبة وليس إلى موضع السجود؟ ما ورد هذا، فيما أعلم لم يرد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قال المؤلف رحمه الله في تخريج الحديث رواه الجماعة، يقول فمن يقصد بهؤلاء؟ الجماعة أصحاب الصحيحين والسنن الأربع والإمام أحمد، خمسة هذول الجماعة، الصحيحان والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن رفع البصر إلى السماء، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن رفع البصر إلى السماء، ألا تدل على التحريم لا على الكراهة؟ حملوها على الكراهة لا على التحريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لأن هذا من الآداب، هذا من الآداب في الصلاة، هو لا يتنافى مع الصلاة لكنه من الآداب والخشوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الذي يتلفت ويلتفت طوال الصلاة أو أكثرها هل تبطل صلاته بذلك؟ يكره الالتفات بالرقبة فقط، يكره، وأما الالتفات بالبدن والانحراف عن القبلة من غير ضرورة، من غير ضرورة، هذا يبطل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكره الالتفات يمنة ويسرة، هل الالتفات بالعين يمنة ويسرة كالالتفات بالرأس يكون مكروها؟ لا، الالتفات بالرقبة، أما الالتفات بالعين هذا لا يسمى التفاتا، يسمى نظرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الالتفات في الصلاة داخل في الوساوس التي تكون في الصلاة؟ داخل في المنهيات، داخل في المنهيات،
والوساوس ليس باستطاعة ولا هي من فعل الإنسان، هذه تدخل عليه، تدخل عليه من الشيطان أو من الهواجس، فيدفعها بالإقبال على صلاته وعبادته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في أي موضع يشير المصلي بسبابته في التشهد؟ عند ذكر لفظ الجلالة أشهد أن لا إله إلا الله، وعند الدعاء اللهم. نعم، إذا جاء لفظ الجلالة يشير بالسبابة إشارة إلى التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورد إنه بين عيني الرحمن، يعني المصلي. نعم، فيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى: إن ربكم ليس بأعور، الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة. نعم، الله ليس بأعور. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: فهل في هذا حجة لمن يقول بأن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك؟ منين أخذ هذا أن الله في كل مكان؟ هذا كفر إلحاد، هذا مذهب الحلولية، نفاة العلو من الجهمية وغيرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الصلاة على سجادة تحتوي على صور للكعبة؟ هذا يبياتي يبياتي يبي يذكر لكم السجادة، الشيخ ما يترك شيء رحمه الله إلا ويناقشه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحياناً أمر على المصلين وهم يتبعونني بالنظر، ينظرون إلي، يقول: في هذه الحالة لا تمر من عندهم، صرتي تشغلهم لا تمر من عندهم جنة. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أنبههم بالكلام وهم في الصلاة؟ لا، تشوش عليهم، لكن إذا كان عندك علم إلى منهم سلموا، تقوم أمامهم وتعظهم وتنصحهم وتبين لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تغميض العينين منهي عنه حتى في السجود أو هو خاص بالقيام؟ في كل الصلاة، في كل الصلاة. نعم، يعني تشبه باليهود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة؟ نعم، ورد في بعض الأدعية والتسبيحات، خصوصا في قيام الليل، لأن الركوع في والسجود في صلاة الليل أطول، يكثر فيها من الدعاء تعظيم لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ترجيح استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك يقصد به ترجيحه في الفريضة أم هو عام في الفريضة والنافلة؟ في الفريضة، أما النافلة يأتي بأنواع الاستفتاحات الأخرى، هذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم لو جمع أدعية الاستفتاحات كلها في صلاة واحدة؟ خلاف السنة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعها في صلاة واحدة، هذا خلاف السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قرأت أن الالتفات في الصلاة يبطلها، وهنا سمعت بأنه مكروه. من اللي قال يبطلها؟ هذا الظاهر عند العوام، ما سمعنا أحد يقول أنه يبطلها، التفات في الرقبة ما يبطل الصلاة، يكره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين أن من السنة وضع اليدين تحت السرة، وبين الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، والاختصار يقول وضع اليدين؟ الاختصار ما فهمت السرة، لا، الاختصار أن يجعل يده على خاصرته، على جنبه، على جنبه، هذا الاختصار. وأما قبض اليدين اليمين الشمال باليمين تحت السرة، هذا ليس اختصارا. نعم.
يعني ما هو بهذا موضع الخاصرة، الاختصار وضع اليد على الخاصرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درس سابق أن الرفع، يعني رفع اليدين، يكون موافقاً للتكبير سواء بسواء. ذكر إيش؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الرفع، رفع اليدين، يكون موافقاً للتكبير سواء بسواء. هذا وجه من الوجوه التي ذكرها، هذا وجه من الوجوه التي ذكرها، أنه يبدأ مع الرفع وينتهي مع نهاية الرفع. نعم. سؤاله حفظك الله يقول: كيف يكون الحال إذا رفع وقام من التشهد الأول؟ إذا إيش؟ كيف الحال وكيف يفعل إذا رفع من التشهد الأول، قام من التشهد الأول، هل يرفع يديه؟ في وقت رفعه قيامه، في وقت قيامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في التشهد هل أنصب أصبعي السبابة طوال وقت التشهد أم أشير بها للأعلى وللأسفل؟ يعني قصده هل يحركها أو لا يحركها؟ هذا الأمر سهل فيه، إن شاء يحركها وإن شاء بدون تحريك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم زيادة كلمة ولك الشكر عندما يرفع الإمام ويقول سمع الله لمن حمده؟ لا، لا يجوز هذا، لأنه ما ورد، ما نزيد شيء من عندنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أسمع كثيرا من المصلين يأتي ببعض الأدعية سواء في الركوع أو في السجود وهي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون هذا مشروعا؟ إذا كانت أدعية موافقة لما في القرآن والسنة، موافقة، لا بأس، ولو لم يرد لفظها، إذا كان معناها موافق لما ورد فلا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صلاة الضحى الأفضل أن يستمر بالمحافظة عليها أو يأتي بها أحياناً غباً؟ الظاهر لا ترجيح، إن أغب بها فلا بأس، وإن داوم عليها فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ضابط التخفيف المشروع في الصلاة؟ ما ضابط التخفيف المشروع في الصلاة؟ هل هو تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي لا يسقط معه شيء من أركان الصلاة وواجباتها، لا يسقط معه شيء من أركان الصلاة وواجباتها، هذا هو التخفيف المشروع. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل ضابطه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أم مرجعه إلى رغبة الناس؟ ضابطه ما ذكرته لكم، ألا يسقط به شيء من أركان الصلاة وواجباتها، هذا هو التخفيف المشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إمام مسجدنا لا يلفظ بالتكبير إلا قبيل التصاق رأسه بالأرض في السجود، وهو لا يوافق فعله التكبير، فما حكم هذا؟ كيف؟ إمام مسجدنا لا يلفظ التكبير، لا ينطق بالتكبير. نعم. إلا قبيل التصاق رأسه بالأرض في سجوده، فلا يوافق فعله التكبير. تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، انتقال من ركن إلى ركن، إذا انتقل من القيام إلى ركن السجود يكون التكبير في أثناء ذلك وهو منحط إلى السجود، لكن لو نسي بعض الأحيان ولا جهل وأتى به بعد ما شرع في الركن الموالي جهلا منه أو نسيانا فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حدود عورة الأمة في الصلاة؟ حدودها مثل الحرة، لأنها فتنة مثل الحرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إهداء ثواب العمل الصالح بعد الانتهاء منه كقراءة القرآن مثلا؟
ما ورد هذا، ما ورد أن قراءة القرآن تهدى، إنما الذي يهدى هو الحج أو العمرة عند الإحرام، ينويه عند الإحرام، ما هو لا من حج ولا اعتمر يهديه للغير، لا، عند الإحرام، عند عقد النية ينوي أنه يحرم عن فلان. والدعاء يدعو له، هذا مشروع. الصدقة أيضا، الصدقة عند إخراجها ينويها عن فلان، الأضحية عند ذبحها ينويها عن فلان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدي مكتب عقار، لدي مكتب عقار واشتريت قطعة أرض ودفعت العربون إلى البائع، لكن لم يتم تسليم كامل المبلغ ولا الإفراغ باسمي. يقول: وأتاني زبون وقال أريد هذه الأرض، سؤاله: هل يجوز لي أن أبيعها عليه ثم أحوله على البائع الأول وآخذ الفرق أنا؟ لا، ما تبيعها وأنت ما تم ملكك عليها، ما لم يتم امتلاكك لها، لا تبيعها حتى يتم امتلاكك لها. نعم، ما دام ما تم فهي ليست ملكا لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مرضت ابنتي ونذرت إن شفاها الله أن أتصدق بـ1000 ريال وقد شفيت ولله الحمد، سؤاله: هل يجوز أن أتصدق بهذه الـ1000 على أخواتي الشقيقات المحتاجات المتزوجات؟ تعطيها للزوج الذي ينفق عليهن، تعطيها للزوج الذي ينفق عليهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لي حينما أرجع من السفر وأقابل أخي، هل يجوز لي أن أقبله في خده؟ على الرأس، التقبيل على الرأس إلا ما بين الزوجين فلا بأس، أما ما عداهما فالتقبيل يكون على الرأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشرت في الأسواق مسبحة نسائية عدد خرزاتها 500 وتستخدم للتسبيح وذكر الله، والبعض من النساء يستخدمها للزينة، فما حكم استخدام مثل هذه السبحة؟ السبحة فيها إشكال، وبعض العلماء يكرهها، تجنبها، وكونك تسبح بأصابعك أحسن وأفضل. نعم، الرجل والمرأة سواء، تجنبها أحسن بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بسبب الغبار وبسبب الريح؟ لا يجوز الجمع من أجل الغبار ولا الريح، الريح دائم كثير، هبوب الريح كثير، والغبار أيضا كثير، ولا ورد عن السلف أنهم يجمعون لأجل الريح والغبار، إنما يجمعون لأجل المطر، لأجل المطر الذي يبل الثياب أو الدحل والطين الذي في طريق المسجد، هذا الذي ورد. والأصل من كل صلاة في وقتها، لا يجوز الجمع إلا لعذر، ولا يصح بدون عذر، ولا تصح الصلاة بدون عذر شرعي للجمع. نعم. ويقول حفظك الله، يقول: وإذا كان هناك غبار أو ريح، فهل الأولى أن يقال صلوا في رحالكم؟ إذا لا يقول شيء، لا تجيبون شيء، أمور شاذة تشوشون على الناس، خلوا الناس يصلون. نعم، يزيدونهم كسل وزهد في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة. يقول: فهل تصح الصدقة الجارية عن المريض أم هي خاصة للميت؟ الصدقة عامة، داووا مرضاكم بالصدقة عامة، سواء كانت جارية أو غير جارية، صدقة. نعم، ما يسمى صدقة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا شك شخص في كلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يبني على غلبة ظنه أم يتوقف عن رواية الحديث؟ يذكر الحديث ويقول بالمعنى، يجيب الكلمة بالمعنى، يأتي بالمعنى، نعم، الكلمة التي لا يتأكد من لفظها يأتي بمعناها الصحيح، نعم، تجوز رواية الحديث بالمعنى عند الحاجة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ينسب إلى فضيلتكم فتوى بأنه لا يجوز التكلم بغير اللغة العربية لغير حاجة. ما في شك أنه ما يجوز لغير حاجة، لأن هذا من التشبه بالأعاجم وهجر للغة العربية التي نزل بها القرآن. فالمسلم لا يترك لغته ولغة القرآن ويأتي بلغة أجنبية إلا لحاجة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الطريقة المناسبة لتعليم الأطفال الحذر من رفقاء السوء، وخصوصاً من الحركات التي فيها قلة أدب ليحذر منها الطفل؟ ما توجيهكم في ذلك وفقكم الله؟ نعم، السؤال: ما الطريقة المناسبة لتعليم الأطفال الحذر من رفاق السوء، وخصوصاً من الحركات التي يكون فيها قلة أدب ليحذر منها الطفل؟ لا تجعلهم يخالطون الناس أو الشباب الذين عندهم سوء سلوك، اضبطهم وامنعهم وحافظ عليهم، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الغسل لصلاة الجمعة؟ سنة مؤكدة، حكمه أنه سنة مؤكدة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما أكون في منزلي وأرى بعض النمل أقوم بقتله، وإن كانت نملة واحدة، خشية أن يجتمع ويكون في شقتنا ويؤذينا، يقول: هل فعلي هذا صحيح؟ لا يجوز قتل شيء إلا المؤذي يقتل، الحية والعقرب وكلب العقور، الشيء المؤذي هذا يقتل، أما الذي ليس فيه هذا يدفع ولا يقتل، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تقدم لخطبة أختي رجل لا يصلي ويرتكب المعاصي ظاهرا، فوافق والدي مقدما، وقد عارضه بعض إخواني للسبب المذكور، يقول: فبماذا تنصحوننا وفقكم الله؟ أن تمنعوا والدكم من تزويجه، ولو أدى هذا إلى رفعه إلى المحكمة، ما دام لا يصلي هذا ليس بمسلم، فإذا لم يمتثل ارفعوا به إلى المحكمة، والقاضي ينزع الولاية منه إلى غيره، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين ما ورد من النهي عن التحريق بالنار وبين ما ورد من تحريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه للوطي بالنار؟ نعم، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه لو قتلهم بدون النار كان أحسن، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كبرت بعد أن فاتتني ركعة مع الإمام، كيف؟ إذا كبرت بعد أن فاتني ركعة مع الإمام، فهل أقول دعاء الاستفتاح أم هو خاص بمن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ إيش؟ إذا كبرت بعد أن فاتني ركعة مع الإمام، فهل أقول دعاء الاستفتاح؟ نعم، إذا تمكنت من، لأنه هو الركعة الأولى بالنسبة لك، أتأتي بالاستفتاح إذا تمكنت، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول: ما حكم قص شعر الرأس من الجوانب وترك أعلاه يكون طويلا؟ هل هذا يدخل ضمن التقصير المنهي عنه كالقزع؟ هذا هو القزع، قص بعض الرأس أو حلق بعض الرأس، ترك بعض، هذا هو القزع المنهي عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أصلي سنة الظهر القبلية والبعدية 4 ركعات بسلام واحد؟ يجوز، لكن خلاف الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض في بعض الصلاة الجهرية كنت أغمض عيني لأجل الخشوع والتلذذ بسماع القرآن، هل علي شيء في تلك الصلوات الماضية؟ ما دام أنك جاهل ما عليك شيء إن شاء الله، لكن اتركه في المستقبل، لا تغمض عينيك إلا لسبب ما يندفع إلا بالتغميض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالقراءة في ركعتي الطواف؟ ما أعرف شيء من هذا. نعم. ويقول حفظك الله: وما حكم التورق؟ ها؟ وما حكم التورق؟ تورق بالقاف، التورق. تورق هذا جائز عند الجمهور للحاجة، إذا لم يجد من يقرضه، إذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا لا ربا فيه، فإنه يلجأ إلى التورق، يشتري سلعة بثمن مؤجل يقبضها ثم يبيعها على غير الدائن، يبيعها على غيره وينتفع بثمنها ويدفع حاجته بثمنها، يجوز هذا للحاجة. نعم، عند جمهور أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة المرأة للقرآن في المذياع لتصحح؟ حرام، حرام، لا يجوز، صوت المرأة عورة، ما يجوز هذا، هذا شيء محدث، لا يجوز هذا، لكن لما جاء دعاة تحرير المرأة جاءت هذه الأمور. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.